كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة لعاد التحقوا بنا اللحظة وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند المستمعة خديجة. ألو وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خديجة. أهلا شكرا لاباس عليك على خير. شرف لي الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك شرف متبادل مرحبا بك. الله يبارك فيك بارك الله فيك. إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم شحال نصفة. إيه المهم غنشارك معكم نصفة الأولى إن شاء الله بإذن الله ديال قلب اللوز اللي نال في الإعجاب ديال بزاف الأخوات الحمد لله. مرحبا بكم. إن شاء الله بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا بالنسبة للمول شوية يكون كبير يعني ماشي كبير كبير المهم ديال الدجاج راه معروف كنلقى واحد صغير واحد كبير الكبير ديالو. غنحتاجوا 4 ديال الكيسان ديال السميدة مايان. إيه اول حاجه بعدا كناخذوا 2 كيسان ديال السنيده وكاس ديال الماء كنديرهم فواحد الكاسرونه كنوجدوا في التيري ديالنا هو الاول. كيطبخ واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. ملي كيطبخ داك المده ديال 5 دقائق كنزيدوا عليه 4 كاس ديال الماء زهر غير يزيد واحد 2 دقائق وكنطفيو عليه غير واحد 2 دقائق ونطفيو عليه ونخليه يبرد. كندوزو نحضروا القلب اللوز ديالنا. كناخذوا 4 ديال لالا خديجه الا سمحتي غير بشويه واخا باش المستمعات مرحبا باش المستمعات يسجلوا شويه. لا لا ما كاين حتى شي مشكل هذه اول مشاركه ليك وحنا معاك مرحبا بك غير بشويه مرحبا. كنبقى نخلي السيرو ديالنا كيرتاح باش يبرد لينا. ايه كنجيب واحد البول كنديروا فيه واحد 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه. كنزيدوا عليها كاس ديال الزبده مذوبه. كنزيدوا عليها قبيصه ديال الملح بطبيعه الحال ونص كاس ديال السنيده. دائما كنعبروا بكاس ديال العنبه كنحاولوا نبسطوا هذه الزبده ديالنا والسنيده في السميده باش كتجانس لينا المقادير ديالنا مزيان مزيان. كنضيفوا كنوليو نعجنوها بواحد الكاس ديال كاس لارف ديال الماء زهر وكنكملوا العبار ديال الكاس بالماء يعني كنقولوا حنا كاس مخلط ما بين الماء زهر والماء. أيه. ولكن الكميه الكبيره هي ديال الماء زهر. كنعجنوا داك السميده ديالنا كنحاولوا نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون شويه خفيف ما يكونش ثقيل يكون شويه خفيف بحال ديال الحرشه. شويه خفيف على ديال الحرشه. كنجيبوا المول ديالنا بلا ما نحتاجوا ندهنوا لان ديجا عندنا السميده فيها الزبده. كنطلقوا داك القلب اللوز ديالنا وكنحاولوا نقطعوه بالموس على شكل مربعات. وكل مربع ممكن نديرو فيه لوزه نغطرو فيه واحد اللوزه ونخشيو ان شاء الله المول ديالنا في الفران. العافيه خاصها تكون متوسطه نطيبوها من التحت حتى كنحسو بهذا القلب اللوز ديالنا شد الطياب ديالو ولا اللون ديالو حمامر عاد ديك الساعه نشعلو عليه من الفوق باش يتحمر لينا مزيان. كيكون في نفس الوقت السيرو ديالنا تيكون برد تماما برد يعني اوتوماتيكمون تنخرجو المول ديالنا من الفران كنكبوا عليه داك السيرو حتى كنحسوا بداك التشتيشه ديال السخونيه والبروده وضروري السيرو خصو يغطي داك البسبوسه داك القلب اللوز. أيه. يعني خصو يغطي باش كيشربوا مزيان وكنخليو القلب اللوز يرتاح تماما يبرد تماما حتى كيشرب لينا داك السيرو واخا كيجي السيرو فوق منه يعني زايد يعني ما تخافوش لان ملي كيشرب كتحسوا بان ملي كتكونوا كتاكلوا كتقولوا هاد القلب اللوز راه العقده ديال اللوز كناكلوا غير عقده ديال اللوز. هكذا يعني كيجي المذاق باين ديال اللوز. كيجي واحد المذاق هائل تقول الشيء اللي ما كيعرفهاش غيدوقها يسحب له كياكل العقده ديال اللوز هذاك الشيء اسمه قلب اللوز. اييه مرحبا اختي بارك الله عليك يا خديجه الله يعطيك الصحه. نواصلوا باقي الاقتراحات تفضلي. الله يجازيك بخير. ان شاء الله بالنسبه للاقتراح الثاني عندي تشيز كيك بطريقه سهله بلا ماسكاربون بلا جبن بلا جبنه. كنجيبوا بيسكوي ديالنا يعني على حساب الكميه ديال الافراد ديال العائله ناخذ مثلا جوج باكيات كبار ديال 2 دراهم مثلا هي بنيت ولا بيسكوي ولا صابلي كنحاولوا نطحنوه فواحد نطحنوه مزيان ونديروه فواحد البول نزيدوا عليه يا اما الزبده مذوبه يا اما دانيت. اييه ياغورت ديال الشكلاط بلا ما نذكروا ياغورت ديال الشكلاط. اييه نديروا ياغورت ديال الشكلاط وانا كنفضل ندير الزبده باش كتعطي واحد المذاق بنين لذاك البيسكوي. كنديروا الزبده مذوبه على حساب الكميه ديال البيسكوي عندكم. كتخلطوا مزيان حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي ما تكونش عاوتاني معجنه بزاف تكون شويه مرمله. كنجيبوا الكويسات ديالنا وكنديروا في كل كاس كنديروا واحد المعلقه ولا جوج معلقات على حسب الحجم ديال الكاس اللي غتستعملي. كنحاولوا نخشيو فيه المعلقه وندقصوه مزيان باش بحال كنقرصوه نبسطوه مزيان. اييه نحطوه في الثلاجه يبرد. كنجيو للطبقه الثانيه بالنسبه للطبقه الثانيه كناخذوا نص سترو ديال الحليب
كنديروا فيه جوج معالق كبار ديال المايزينا ينشا نشا، كنديروا فيه جوج معالق ديال السكر كيبقى السكر حسب الاختيار ايه، وكنديروا فيه واحد الساشي ديال الفاني وكنديروا فوق البوطه حتى كيعقد لينا الخليط ديالنا مع التحرك بحال الخليط ديال المهلبيه نفس المكونات بحال المهلبيه بالحق. ملي نخرجوه ان شاء الله من فوق البوطه كنزيدوا عليه جوج ديال المهم كيبقى اختياري يا اما اللي عندها هذا الياغورت طبيعي بمذاق الجبن راه معروف الاسم ديالو هذاك اللي تيكون كريمي في البيض الزرق ياك تيكون كريمي هذاك تيكون المذاق ديالو مذاق الجبن أيه. اللي ما متوفرش عندها ممكن تعوضوا بالفرماج فرماج مثلث او لا فرماج مربع كدير واحد ربعه الحبات ولا خمسه الحبات كتحركهم في ذاك الخليط ديال الكريمه ديالنا ما حدها باقا سخونه باش كتذوب لينا ذاك الخليط كنخلطو مزيان مزيان كيكونوا الكويسات ديالنا بردوا لينا تماما كنجبدوهم وكنعمروا دوك الكويسات ديالنا القياس ديالنا على حساب شحال عندك في الكيسان وكندوزوهم نديرو نحطوهم في الثلاجه كندوزو للطبقه الثالثه الطبقه الثالثه عباره عن المهم كتبقى اختياريه يا اما ديروا الحامض يا اما ديروا البرتقال عصير البرتقال بالنسبه للحامض انا كنفضل الحامض الحامض كنشدو كاس ديال عصير الحامض كنديروا معاه كنبسيوه شويه مع السكر غيدفى كنديروا معاه جوج ورق ديال الجيلاتين ونحركوا غير حتى كيدفى لينا داك الحامض مع السكر كنحيدوهم فوق البوطه كنكونوا شدينا جوج ورق ديال الجيلاتين درناهم في واحد شويه ديال الماء وخلينا حتى تلق مزيان وكنضيفوا على داك العصير الحامض منين كيخرج لينا كنحركوه مزيان 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 حتى كيتطلق لينا داك الجيلاتين في داك العصير ديال الحامض وكنضيفوه فوق داك الطبقه من الطبقه الثانيه ديال الكريمه صافي كندخلوهم للفران كنحاولوا نخليهم حتى كيبردوا لنا تماما وديك الساعات كنزينوا حسب الاختيار. ايه يعطيك الصحة تبارك الله عليك وهاد الكريمة صراحة راه كتجي حتى يعني كحشوة بالنسبة للكنافة حتى هي كتجي مزيانة هي كتجي زوينة فعلا إلا فكرتيني فيها دابا لأنه كتجي مزيانة كتجي في الكنافة راه كتجي بداك الياغورت الياغورت الطبيعي كريمي ولا فرماج يعطيك الصحة رائع نتمنى تجربوا وسهلة ما فيها لا ماسكاربون لا جبنة يعني متوفرة بالنسبة للأخوات كاملين ممكن في الاستطاعة ديالهم. واخا نمشيو للاقتراح الثالث. لا مرحبا بالنسبه للاقتراح الثالث هو الكيتشوب. بالنسبه للكيتشوب هذا كيتشوب اللي الحمد لله كما تلاق الاعجاب ديال بزاف ديال الناس ايام صيف في الدار مصاوب في الدار بمواد بدون مواد حافظه و100% كينجح. كنشدو زلافه ديال المطيشه محكوكه مطحونه كنشدو مطيشه كنطحنوها بقشورها بزريعتها بكل شيء ليها وكنعبروا زلافه ديال المطيشه كنديروها في واحد الكاترونه كنزيدو عليها معلقه ديال النشا كبيره وكنزيدو عليها جوج بلايص ديال الماء معلقة كبيرة ديال سنيدة شوية ديال الملحة معلقة صغيرة ديال الخل وجوج دروس ديال الثوم. إييه كنحاولو هاد الخليط هذا نديرو فوق البوطة كيغلي ليا واحد جوج غليات ثلاثة نقولو تقريبا واحد جوج دقائق هو تيغلي كنضيف عليه معلقة كبيرة ديال المطيشة بالحك وشوية السودانية كتبقى اختيارية السودانية اللي كيعجبو الكيتشوب يكون حار وكان منين كنحيدو من فوق البوطة منين كيكون غلا ليا مع هاد المطيشة كنحيدو من فوق البوطة كنضيف ليه واحد المعلقة صغيرة ديال البصلة بودر غبرة البصلة غبرة هادي تاهي اختيارية اللي متوفر عندها مرحبا اللي ما متوفرش المذاق تيبقى دائما مزيان. كنحاولو هاد الخليط ديالنا كامل كنحاولو نصفوه مزيان مزيان في واحد الصفاية مزيان وكنردوه للبوطة وكنخليوه بدا يطبخ 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 حتى كيولي عقاد لينا مزيان لان ضفنا حنا المايزينا وكنديرو كنخليوه برادي نديرو في القرعه ديالنا وكنستعملو كاكيتشوب يعني تقريبا شحال كيشد على حسب يعني هو يعني جوج الاسابيع جوج الاسابيع حتى ثلاثه في الفرن ثلاثه انه ما في لا مواد حافظه لا والو يعني من بالنسبه للمعلقه ديال النشا اللي خافت انها تكركب ليها من الاول ما تضيفها حتى تصفي الخليط ديالها باش ما يتكورش يعني تصفي الخليط وتضيف ديك الساعه ديك المعلقه ديال النشا نتمنى البنات يجربوا لان هائل كما قلت ما فيش مواد حافظه ويرجعوه ويرجعوا لهذوك القريعات اولا هذوك القريعات ديال الكيتشوب نسالي منهم نغسلوهم ونحتفظوا بهم فعلا توليداتنا نمشكو عليهم هادشي اللي كاين بصح لا
عندك هو المايونيز لا غيره يعني الصلصات يعني تصايبوا في الدار نرجعوهم حتى الشوكولات الدهن يعني ملي كتصايبي وكديري في قريعات اللي هما خاصين بهذاك الشوكولات يعني وليدات ما كيبقوش كاع يعني كيتيقوا فيه وكياكلوا من مزيانه من الخير. اييه المهم ان شاء الله هادو هاد الوصفات اللي كاينين وان شاء الله نزيد لكم لي غاليت. اييه واخا. بالنسبه لي غاليت كندير كاس يعني ما عامرش ديال العنبه، نقولوا كاس داتاي، كاس داتاي ديال سنيده، كاس داتاي ديال الزيت، جوج خمارات حمرين، قبيصه ديال الملحه، واحد فاني، جوج ديال البيضات، ومعلقه كبيره ديال سنيده. هاد العسل سمحوا لي، معلقة كبيرة ديال العسل. معلقة كبيرة ديال العسل واخا. كنخلطوا هاد الخليط ديالنا مع الطحين، الخليط خاصو يكون شوية خفيف ما يكونش قاصح. كنطلقوا العجينة ديالنا فوق البوطاجي مثلا، وكنحاولوا نديروا الطابع اللي بغينا، يا قلوبة يا دوائر، الشكل اللي كيبغيو وليداتنا. كنديروهم فوق في اللاطة اللي ديجا مدهونة. وكنشدوا صفر ديال البيض وواحد شوية ديال نسكافي. أي قهوة سريعة الذوبان. يلا باش تدربي معنا قهوه سريعه الذوبان. تفرج البيض مع قهوه سريعه الذوبان، كنقربوها في واحد الزليفه وكندهنوا بها دوك لي غاليت ديالنا. ملي كندهنوها كنجيبوا الراس ديال الفرشيطه وكنحاولوا نشكلوا بعض الزواقات فوق التموجات، لي غاليت التموجات باش توليداتنا تيعجبهم داك لي غاليت صافي. وكندخلهم الفران يطيبوا، الطياب ديالهم عادي بحال لي صابلي صافي، وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة، هادو مناسبين الوليدات يديو معاهم المدرسة، يعني حاجة مصيبة في الدار. صح حاجة جديدة. أيه. مرحبا مرحبا. بارك الله عليك، الله يعطيك الصحة خديجة، ومرحبا بك البرنامج ديالك في أي وقت تواصلي معنا. شكرا حبيبتي ديالي. والمزيد من الاقتراحات. شكرا لختي سناء أم ريان على أنا هضرتني أيه. لكم الله يجزيك. أيه. مرحبا. شكرا. مرحبا تحياتنا لك. بارك الله فيك. إذا مستمعينا نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هاد الاقتراحات اللي قدمت لنا، ومشكورة جدا خديجة. واكيد المزيد من الاقتراحات والشيوات الرمضانيه رفقه المستمعات اللي كيتواصلوا معنا دائما. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه بقناه امونه المزيونه. شكرا. الو الهام. السلام عليكم سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك الهام شوقي. مرحبا. بارك الله فيك سناء. الله يبارك فيك العنا وعليك بالصحه والسلامه ان شاء الله. بارك الله فيك اختي. مرحبا الهام، تفضلي. عطيتي اقتراحات كثيرة، عطيتي يعني قنينطة. اييه وكذلك فلون. اييه البغرير. واخا نختاروا هذوك السيجار اللي اييه السيجار باش معمرين. السيجار معمرين بالبطاطا والثوم. يلا واخا ناخذوهم وفلون. واخا ان شاء الله. عندنا كيلو ديال البطاطا. اييه نقطعوها ونسلقوها. شوية الملح، شوية الماء، ما نكتروش الماء. أيه. شوية ديال الملحة. أيه. وشوية جوج ديال الفصوصة ديال الثومة، جوج وراق سيدنا موسى. أيه. ومعلقة ديال الزبدة حتى تسلق، ونصفيوها نخليوها ضروري تصفى. أيه. ما يكونش فيها الماء فعلا، ما يكونش فيها الماء ديالها، وما نطحنوهاش، من الأحسن نعكوها باش ما تعجنش. نعكوها بالفرشيطة بالطريقة العادية. ولا بديك الطريقة العادية. نعكوها مزيان، نزيدو عليها شوية ديال الملحة إذا كان خاصها، وشوية البزار ودمى ديال إيديال ديال الحوت. شرتوها مزيان تدخل تتوبي مزيان تانس مع البطاطا، وزيدوا عليها نحكوا شوية ديال الزعتر، وزيدوا الزيتون مقطع، وشوية ديال المعجنوس والقزبر، والفرماج محكوك، وواحد البلاطه ديال الحك ديال الطون ديال 300 ديال الغرام، ونصفيها من الزيت صافي. نخلطوا كل شيء مزيان، ونعمروا بها القنينطات ولا السيجار ولا بريوات. أيه. على حسب كل وحده كيما بغات تعمرها. اذا نعمروهم بالسيجار غنشدوا الورقه الكبيره ونقطعوها على الراس. مرحبا بكم معنا. ونعمروا. اييه بالطريقه العاديه على شكل سيجار. شكرا. مرحبا بك. يلاه مرتاحه كاين. لا لا تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليك الهام. هذا بالنسبه للاقتراح الاول ديال السيجار معمرين بالبطاطا والطون. نمشيو بالنسبه للفلون، طريقتك ديال الفلون. الفلون عندنا كناخدو نصفرو ديال الحليب. اييه. ونزيدو عليه واحد فلون ديال ايديال ديال الكراميل. ونزيدو عليه واحد معوقة ديال النشا. اييه. وجوج معالق كبار ديال السنيدة، ونحركو مزيان تيدوب كلشي، ونزيدو عليهم إلا بغينا جوج المعالق ديال الحليب بودرة محمر. اييه. صافي، وكنحطهم فوق البوطة. غير كيبدا يختار وكيغلى. يعقل ويغلى. وكنديرو في الزليفات.
ونديرو في الثلاجه ملي برد. اييه وانا شفتك زينتي من الفوق، زينتي باش فيه فواكه الجافه. فواكه الجافه واخا وكراميل. اييه يجي مذاق مختلف، زينتي يعني اللي موجود لوز تمر كاجور اللي كاين زبيب. أيه درتي الكراميل، صلصه الكراميل. ناخذ بغرير ولا شوربه؟ يلا نمشيو شوربه. ناخذ هذه الشوربه تاع الكمينه. اييه دقيقه درتها البارح. اييه بصحه وراحه. درنا القرعه ديال القرعه الحمراء واحد تقريبا طرف كبير شي رابعه بحال هكا. اييه نزيدو عليها قطعوها طريفات، نزيدو عليها خمسه ديال خزوات مقشرين ومقطعين. وجوج البطاطا. واحد جوج العروس ديال الكرافس هما اللي كيبنوها، جوج العروس ديال الكرافس وشويه ديال القزبر ومعدنوس. اييه وكنزيدو فيها الماء كيطيب كلشي. وكان ملي كيبرد كنطحنو في الميكسر مزيان، ولكن كنخصني نزيدو عليه ضامة ديال ايديال ديال البقر. اييه كتجانس معاه وكطحن معاه محوضتو سخون صافي. وملي كنقدمها نرشو على شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق وكنقدمها. بارك الله عليك إلهام شوقي، ربحتي معنا اليوم منتوجات متنوعة. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة المزيونة. شكرا. فيدي دائما رفقة الشيف هند ديساوي. أهلا بك شيف هند. صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، لاباس ربي يخليك. فيك تبارك الله عليك وعلى الشهوات اللي كتقدمي لنا من خلال هذه الفقرة. فاليوم شنو مجدى المستمعات؟ اليوم غادي نعطيكم ان شاء الله لسان الطير اللي هو غنطيبوه بطريقه مغايره. إيه؟ نقدروا نقدموه كسلطه في الاول اولا نقدموه كديسير. يعني كل واحد بحال السفه. ملي كنقولوا السفه الحلوه اللي كيقدمها في الاول اللي كيقدمها يعني في الاخر. ممكن نقدموها كمقبل، ممكن يعني هكا كديسير. واخا بالنسبه للمقادير غنحتاجوا نص كيلو ديال لسان الطير، غنحتاجوا 100 غرام ديال لابريغي، نص كاس العسل، نص كاس السنيده، جوج باكيات ديال الزهر، 125 غرام ديال الزبيب، غنحتاجو 8 حبات الهيل، 6 ديال القرنفلات، معلقة ديال القرفة، قبصة الملح، وغنحتاجو المكسرات على حسب المكسرات اللي عندنا، بيستاش، أكاجو، لوز، كركاع، أي حاجة عندنا، نوازيت، أي حاجة عندنا نستعملوها في هذا الوصف. نعاودو المقادير. هذا بالنسبة لسان الطير بالزبيب والمكسرات اللي كيمشي يا مقبل أولا تحلية. أولا تحلية. غنحتاجو نص كيلو ديال لسان الطير، 100 غرام ديال لابريغي، نص كاس ديال العسل، نص كاس السنيده، جوج باكيات الزهر، 125 غرام ديال الزبيب، 100 حبات الهيل، قبصة القرنفلات، معلقة القرفة، قبصة الملح، ومكسرات المتواجدة عندنا. بالنسبة للطريقة فحنا غادي نقسمو داك لسان الطير يعني نص كيلو اللي عندنا على جوج، غناخدو 250 غرام، نحاولو نقليوها في الزيت حتى كيتحمر اللون ديالها، يعني حتى كيولي اللون ديالها قوي. من بعد كنضيفو عليها مباشرة هذاك الكمية الثانية اللي بقات بيضة، كنزيدو عليها الماء، يعني الماء اللي غادي يغطي لنا، الماء اللي غادي يغطي لنا هذاك لسان الطير، وكنزيدو عليها لابريغي، حبة الهيل، الزبيب، السكر، القرفة، العسل، والملح، والباكيات ديال الزهر، كنبقاو كنحركو فيها حتى كتنفخ، كتبان ديك لسان الطير تنفخات، دخلها الطياب، يعني الما فين ما بانت لينا باقا ما شربات هذاك الماء وما طابتش، نحاولو نزيدوها كمية صغيرة الماء، حتى كتنشف لينا تماما، كتولي يعني الحبات كبار وطايبين، وكنديرو فيها كيف ما قلنا العسل والزهر، كنقدو نسموها حتى بشوية المسكة اللي كيبغي زعما النكهات المسكة. هذا يعني في التزيين صافي. هذا في التزيين صافي، غادي نحطوها دابا نرشوها بهذاك العسل وكيف ما قلنا ونخلطو مزيان وهي كطيب حتى كتعسل لينا. كتزيدي ملي كتبغي تقدميها كديري ملي كنبغيو نقدموها كنحطوها في واحد المول، يعني على حسب المولات اللي عندنا دابا تبارك الله متواجدين المولات. فانا حطيتها في واحد المول اللي كاين دابا في السوق كيديروا البسطيله للسلطات، كيكون الوز ديالو كبير وفي الجناب ديالو صغورين، يعني مولات كيكون بحال ديال مولات البسطيله، ولكن هو كل واحد بحال الحفيرات هكا بحال الحفيرات. قدمتهم فيه ومن بعد حيدت المول ديالي وزينت من الفوق بالعسل، وشديت كل دائره درت فيها مكسرات، يعني دائره فيها اللوز محمر، دائره فيها الكركاع، دائره فيها الزبيب، دائره فيها البيستاش، وانتي دوتيت كتبقاي تكملي حتى كتكملي هذوك الدوائر كلهم، وكتقدمي مع ديك الرشه ديال العسل وكتجي رائعه وبصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الشيف هند ديساوي، واكيد على انه المستمعات ان شاء الله غادي يعجبهم هذا الاقتراح ديال لسان الطير بالزبيب والمكسرات. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة المزيونة.
شكرا. وقبل من النصيحة غادي نمشي ونتعرفوا على الوصفة المقترحة اليوم الأطفال مع نيدو. اليوم غادي نقدموا لكم حسوة. غادي نحتاجوا في المقادير 4 إترو ديال حليب نيدو، نص إترو ديال الماء، 200 غرام ديال سميدة ديال الشعير، زيت الزيتون، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الزعتر، بصلة وحدة مقطعة لشرائح رقيقة، وقبيصة ديال الملح والإبزار. فغادي نمشيو بالنسبة للطريقة ديال الحسوة، كتجي ساهلة ولديدة وغادي تعجب الوليدات إن شاء الله. غادي نديرو بصلة وحدة في كاسرونة مع شوية من زيت الزيتون، وغادي نتبلو بشوية الملح والإبزار والزعتر، وملي تبدا تطيب لينا غادي نزيدو الماء الكافي ونخليوها كتغلي مزيان. فضروري هو انو نشحرو ديك البصله هي الاولى في كاسرونه اولا في طنجره مع زيت الزيتون مع شويه الملح والابزار والزعتر. ملي كيبداو يطيبوا لينا ديك الساعه كنزيدو الماء الكافي وكنخليوها حتى كطيب مزيان وكتغلي. مجرد ما كتغلي لنا غادي نزيدو السميده ديال الشعير وغادي نطيبوها تقريبا لمده ديال 15 دقيقه على الاقل ربع ساعه، وحنا كنحركوها مره مره نحركوها مره مره حتى كطيب لينا هاد الحسوه ديال السميده ديال الشعير. ومن بعد كنزيدو نص سترو ديال حليب نيدو وكنخليوها كطيب لمده ديال 3 ديال الدقائق، وكنقدموها يعني في زليفات الوليدات مع التمر اولا الشريحه باش يكون طبق متكامل. والآن نصيحة نيدو. نصيحة الوالدين خاصهم يتخلوا على فكرة على أنه ضروري الطفل يكمل كل طبق بالمينوض من على المائدة. فكثير من الأهل تربوا على إنهاء الصحن بالكامل، ولكن راها فكرة غير صحيحة نهائيا. فالخبراء ديال التغذية كيأكدوا على ضرورة التوقف عن تناول الطعام عند الإحساس بالشبع. فإجبار الطفل على أنه يكمل طبق دياله وخا هو شبع عادة غذائية خاطئة تقدر تعطي الطفل مع المداومة على هذا السلوك الخاطئ إما الإفراط في الأكل أو لا مشاكل في عسر الهضم. فانتبهوا لهذا الامر، نحطوا الطفل ديالنا ياكل ولكن مجرد ما يشبع صافي نجمعوا الاكل ما نضغطوش عليه باش يكمل وهو شبعان. نصائح. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه بقناه امونة المزيونه. شكرا. وصفات سهله ولذيذه، واليوم اقترحنا هو بانيني بيتزا بالجبنه بلوك لافاشكيري. غادي نحتاجوا في المقادير باش نحضروا هاد البيتزا بالخبز ديال بانيني والجبنه. غادي نحتاجو جبنه البلوك لافاشكيري وحده، بصله وحده كبيره مقطعه لشرائح رقيقه، ثلاثه ديال القرعات خضرين كورجيت مقطعين لدوائر رقيقه، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، 50 غرام ديال الفطر الشامبينيون، اربعه المعالق كبار ديال صلصه مطيشه ديال البيتزا الخاصه بالبيتزا، اربعه الخبيزات ديال الساندويتش بانيني، وشويه ديال الملح والابزار. هادو هما المقادير. هادي بيتزا بالخبز ديال بانيني، يعني بانيني بيتزا جبنه. في المقادير قلنا غادي نحتاجو جبنه وحده ديال بلوك لافاشكيري، بصله كبيره مقطعه لشرائح رقيقه، ثلاثه ديال القرعات خضرين الكورجيت مقطعين لدوائر رقيقه، ثلاثه المعالق كبار ديال زيت نباتيه، 50 غرام ديال الفطر، اربعه المعالق كبار ديال صلصه مطيشه الخاصه بالبيتزا، اربعه ديال الخبز ساندويتش بانيني، ملح والابزار. فهادو هما المقادير. وبالنسبه للطريقه سهله، غادي ناخذ مقله على عافيه مهيله وغادي نسخنوا فيها جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، ثم غادي نضيفوا بصله كبيره مقطعه لشرائح رقيقه، نتبلوا بشويه ديال الملح والابزار، وغادي نشحروا مزيان هذيك البصله مع الملح والابزار ومع الزيت تقريبا واحد ربع ساعه حتى كتنزل لينا مزيان وكيولي البصله اللون ديالها ذهبي. من بعد غادي نزولوا ديك البصله من المقله. نفس المقله غادي نضيفوا جوج معالق كبار اخرين ديال الزيت النباتيه، وغادي نشحروا فيها ديك ثلاثه ديال القرعات خضرين الكورجيت اللي قطعناهم على شكل دوائر، وكنخليوهم يتشحروا حتى كيطيبوا لينا واحد 10 ديال الدقائق، وحنا كنحركوا مره مره كنحركوا بالمعلقه ديال الخشب حتى كطيب لنا ديك القرعه. من بعد كنحيدوا ديك القرعه الخضراء من المقله وكنحتفظوا بها على جنب. عندنا البصله حتى ولا اللون ديالها ذهبي على جنب، يعني مشحره انا على جنب. عندنا القرعه الخضراء اللي قطعنا لدوائر حتى هي تشحرات مزيان في الزيت النباتيه وحيدناها من المقله واحتفظنا بها على جنب. ونفس المقله غادي ناخذوا الفطر ديك 50 غرام ديال الفطر الشامبينيون، غادي نضيفوها للمقله مع شويه ديال الزيت ونتبلوا بشويه ديال الملح والابزار. والفطر دغيا تيطيب، يعني تنشحروا غير واحد شويه باش كيولي اللون ديالو ذهبي وكيشرب يعني هكا ديك يعني كيتصهد كيولي فيه مذاق مختلف. صافي وكنحتفظوا به على جنب. كنمشيو كناخذوا جبنه البلوك لافاشكيري، كنقطعوها لشرائح رقيقه
وحتى هي كنحتفظوا بها على جنب. وغادي نمشيو للمونتاج ديال البيتزا. غادي ناخذوا الخبز ديال الساندويتش ديال البانيني، يعني دوك الخبيزات ديال البانيني تيكونوا طوال، غادي ناخذوهم غادي نقطعوهم على النص، يعني بحال غادي نحلوهم غادي نقسموهم على النص. وغادي ناخذوا يعني الجهه التحتانيه ديال البانيني، داك النصف السفلي ديال الخبز ديال البانيني، غادي ندهنوه بالمعلقه كبيره ديال صلصه مطيشه الخاصه بالبيتزا. ثم غادي نديرو فوق من ديك الصلصه البصله، ونهزو القرعه الخضراء ونديروها من الفوق، ثم نهزو الفطر الشامبينيون ونديروه كذلك من الفوق. ومن بعد غادي نضيفو في اخر مرحله غادي نضيفو شرائح ديال جبنه بلوك لافاش كيري اللي قطعناها لشرائح رقيقه. ومن بعد كنغطيوها بالنصف الفوقاني ديال الخبز ديال البانيني، وكنقفلو عليه مزيان، وكنديرو في الاله ديال البانيني بانينوز، يعني كنخليو يعني حتى كيطيب مزيان الخبز ما كيبقاش بيد ديال البانيني، يعني كيولي محمر وفي دوك الخطوطه ديال الاله ديال البانيني، تقريبا واحد 3 دقائق على جهتين. وكنقدموه من بعد كنقسموه هكا على النص، راه كتجي بيتزا بانيني بجبنه البلوك لافاش كيري، كتجي لذيذه بزاف وبالصحه والراحه. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه بقناه امونه المزيونه، شكرا. وصلنا لفقرة التجميل، واليوم غادي نتعرفوا على نصائح تجميليه لاختيار الشامبوان المناسب للشعر ديالنا. فتنعرفوا على انه تيلعب اختيار الشامبوان المناسب نوع وطبيعه الشعر واحد الدور مهم جدا، كيحافظ عليه وتيحميه من التقصف، وكيعالج اغلب المشاكل التجميليه المختلفه اللي ممكن انه تسبب في التلف ديالو. النتيجه ديال هذا الامر هو انه خاصنا نختاروا الشامبوان بعنايه فائقه، وخاصه مع وجود انواع كثيره يعني في الاسواق من مختلفين، فكيصعب على السيدات على انهم يختاروا الشامبوان المناسب لنوع الشعر. فاليوم اختارينا نصائح تجميليه اللي غادي نعرفوا فيها كيفاش نختاروا الشامبوان المناسب لنوع الشعر ديالنا. اذا باش نتعرفوا على النصائح لاختيار الشامبوان المناسب على حسب نوع وطبيعه الشعر ديالنا، اهم حاجه هو انه خصنا نحدوا النوعيه ديال الشعر ديالنا. فمن المهم جدا هو انه قبل ما نشريو الشامبوان ما نشريوش بطريقه عشوائيه، وانما نعرفوا اولا نوع الشعر ديالنا باش نعرفوا شنو الاحتياجات ديالنا في هذاك الشامبوان، يعني الشعر ديالنا اشنو كيحتاج يعني كشامبوان مناسب لطبيعه الشعر ديالنا. فكاين انواع كثيره، كاين شامبوانات اللي هما خاصين بالشعر الدهني، كاين شامبوانات خاصين بالشعر الجاف، كاين كذلك شامبوانات خاصين بالشعر اللي تيكون تالف متقصف، واكيد على انه كاين شامبوانات اللي هما خاصين بالشعر المصبوغ وبعنايه الشعر المصبوغ. اكيد على انه كل سيده كل شابه كتعرف نوعيه الشعر ديالها، وبالتالي كتعرف انه تختار الشامبوانات المناسبة لنوع الشعر ديالنا. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للسيدات إلى حارو أو لما عرفوش، ممكن على أنهم يستعنوا بمختصة ديال التجميل اللي توريهم نوعية وطبيعة الشعر وشنو هو الشامبوان المناسب لهم. هذا من جهة. كذلك نختاروا شامبوانات اللي ما غاديش تضر بالشعر ديالنا وما غتهلكوش، بمعنى أنه نختاروا الشامبوانات اللي ما تحتويش على مركبات ديال الكبريت ديال السيليكون ديال الكحول، لانه هاد المركبات وخاصه يعني شامبوانات اللي فيها نسبه عاليه ديال الكحول فيها هاد المركبات كتعمل على امتصاص هذوك الزيوت الطبيعيه اللي هي طبيعيه في الشعر ديالنا، وكتسبب التلف مع مرور الوقت ومع استعمالنا المتكرر لهذا النوع ديال الشامبوانات. ممكن كذلك كنصيحه هو انه نختاروا كذلك، كثير من السيدات كيعانيوا من الشعر اللي كيكون مجعد يعني تيكون مدرج، فممكن على انهم كاين شامبوان اللي هو خاص بتمليس وترطيب الشعر، كيساعد على الترطيب ديالو في مكونات اللي كتزيد ديك المرونه ديال الشعر وكتخفف من هذيك التجاعيد اللي تيكونوا على الشعر، يعني تيبقى الشعر مجعد يعني مره على مره. واكيد على انه حنا كنتكلموا على هذا الامر، كثير من السيدات اللي بمجرد ما كيديروا نوع ديال الشامبوان ونوع ديال ديميلوغ البلسم، ومن بعد ملي كينشفوا الشعر ديالهم طريقه صحيحه كيف ما ذكرنا قبل في النصائح اللي قبل، كيحسوا على انه الشعر ديالهم زغبه نازله ومرخوفه وعيني الشعر مرن. فدائما نختاروا الشامبوان المناسب لنوع طبيعه شعرنا. دائما احنا في اهم النصائح التجميليه لاختيار الشامبوان المناسب لنوع وطبيعه الشعر ديالنا، فكاين كذلك نصيحه مهمه جدا هو انه نختاروا دائما شامبوانات اللي كتدخل في التركيبه ديالهم مواد طبيعيه اللي معروفه بحمايه وترطيب وتغذيه الشعر، يعني مثلا نختاروا شامبوانات من خلاصه العسل الطبيعي، شامبوانات ناخذوهم ونغسلوا بهم الشعر ديالنا من خلاصه الالوفيرا او لا من خلاصه زيت ارغان، زيت ارغان الفعال جدا
للعناية بكل أنواع الشعر. ممكن كذلك هو أنه نختاروا كذلك بالنسبة للسيدات اللي الشعر ديالهم دهني، اللي تيكون الشعر ديالهم مزيت، فممكن أنهم يستعنوا بأي نوع من الشامبوان، لأنه سبب زيادة في ديك الدهون في الشعر كتكون وقلة استخدام الشامبوان. كاين بعض السيدات اللي كيكون الشعر ديالها مزيت وكدير غير واحد نسبة قليلة ديال الشامبوان، أو كدير غير كوش واحدة ديال الشامبوان. فنصيحة هو أنه بالنسبة للسيدات اللي عندهم الشعر دهني بزاف، عندهم الشعر وعندهم زيادة في الدهون، يغسلوا الشعر ديالهم بالماء والشامبوان، ويحاولوا على انهم يديروا الكوش الاولى والكوش الثانيه حتى كيتخلصوا من هذوك الاوسخه ودوك الاتربه، لانه الشعر الدهني الصعوبه فيه هو انه اي حاجه، يعني دوك التغيرات الهوائيه او يعني الاوساخ الغبار، اي حاجه كتلصق فيه يعني بكل سهوله، وبالتالي كيولي يعني كيولي الشعر اللي هو فيه زيوت كثيره. فداك الشيء علاش خصو ضروري على انه يتغسل، وحتى انه السيدات ملي كيكون الشعر ديالهم دهني كيغسلوه مره واحده وكيشلوا منه كيحسوا على انه الشعر ديالهم مازال مزيت، في حين انه الا تغسل جوج ثلاثه المرات غير هو خصوش يدار الشامبوان مباشرة، خاصو يتخفف بالماء. وغدا غادي نعطيو نصائح الطريقه الصحيحه لغسل الشعر. ضروري على انهم يستعملوا الكوش الاولى الطبقه الاولى ويغسلوا الشعر ديالهم مزيان دائما الشامبوان مخفف بالماء، ويعاودوا يغسلوا المره الثانيه، والا احتاج ممكن انه يغسلوا المره الثالثه حتى يشوفوا على انه الشعر ديالهم ملي كينشفوا كيحسوا على انه الشعر ديالهم يعني نقي، ما فيش نهائيا زياده ديال الدهون اللي كتعطي تساقط الشعر فيما بعد. فهادو نصائح تجميليه لاختيار الشامبوان المناسب بالطبيعة ونوع شعرنا. Thank you.
من هذا الخيط نمشي شويه نجيو هنا نديرو الدم.